العزاب، مين الشخص القادم في الطريق اليكو للحب والزواج بحرف اسمك انت؟ الكارت ده واقع ليكو، يبدو بان انتو القدر خلاص هيفتح ليكو الابواب بتاعته علشان قريب ان شاء الله تكونوا مع الشخص المقدر ليكو انكم تكونوا معاه في علاقة. انتو يا اما مقبلين على زواج، ان في حد فعلا خلاص دخل حياتك بنية الزواج او الارتباط، او ان الشخص ده خلاص يعني هيكون هدية القدر ليك خلال الايام القريبة اللي جاية ان شاء الله. فمين الشخص القادم اليكو للحب والزواج؟ نشوف طاقتكم برضو. هو انتو ممكن يكون في حد في بالكو، او جايز يكون في حد انتو بتحسوا معاه بطاقة الشغف القوي قوي، او جايز في الفترة دي في حياتك انت يعني طاقيا حاسس انك عاوز ترتبط او تدخل في علاقة او تكون مع شخص، او يكون في حياتك شريك يعني ممكن بينك وبين نفسك حاسس انك جاهز للمرحلة دي او للتجربة دي. طب مين الشخص القادم في حياتكم للحب والزواج؟ وانتوا برضو ممكن زي ما قلت لكم تكونوا بتتواصلوا مع شخص ما اونلاين، تتكلموا مع حد يعني على الانترنت او حاجة. الشخص ده هو هيكون ليك توأم روح، ممكن يكون برج سرطان او اسد. هتحس ان انت عارف الشخص ده من زمان قوي او من مرحلة الطفولة، يعني هتحس ان انت عارفه من فترة طويلة جدا، وممكن للبعض منكم يكون كان جار ليك زمان او كان في طفولة مشتركة ما بينكو او كنتوا في نفس المدرسة او حاجة. الشخص ده واضح وصريح، هيكون غرضه معاك على طول الارتباط او الزواج او تكوين عيلة واسرة، ومش هيبقى عاوز انه يطول ما بينك وما بينه الفترة الزمنية اللي ممكن من خلالها تاخدوا قرار، يعني عاوز على طول ترتبطوا او على طول تتزوجوا، فممكن تكون العلاقة قصيرة قوي شهرين وبعدين يقولك نرتبط او نتزوج. يعني الشخص ده ممكن يكون يعني نفس الجنسية بتاعتك او بيشتغل في دولة بتتمتع بدرجة الحرارة المرتفعة يعني زي دول الخليج او حاجة. وللبعض منكو هو خرج من حالة فراق او من حالة طلاق قبل كده، يعني ممكن يكون تزوج قبل كده او تعرض لطاقات سلبية كتيرة، وممكن الشخص ده يكون شغال في المجال الشفائي بشكل او باخر، في المجال الطبي برضو او الروحاني، او بيقدم خدمات ودعم للناس، وممكن يكون شغال في مجال المحاماة اوكي، او في الاذاعة والتلفزيون. مقابلتك او لقائك بالشخص ده بيكون على نهاية، يعني على نهاية شهر من وقت بتسمع القراءة. لو بتسمع القراءة في خلاص نهاية الشهر يبقى اوريدي يعني يومين ثلاثة او حاجة، او ممكن تكون خلال اواخر الشهر من اي وقت بتسمع فيه القراءة، او اواخر الاسبوع او اواخر اليوم، يعني بيجي لك في توقيتات متأخرة شوية، فممكن لقائك بيكون في توقيت مسائي او في نهاية الاسبوع او في عطلة نهاية الاسبوع يعني او حاجة، او في الايام الاخيرة من اقرب شهر بتسمع فيه الفيديو. برضو الحد فيكو هو ممكن يكون برج الثور، اموره المادية قوية او جيدة، والشخص ده ممكن يكون كبير العيلة او كبير اخواته. برضو شكرا ليكو، اشوفكو على خير بفيديوهات تانية.